الصناعة العراقية والمصانع العراقية التي كانت في الستينات والسبعينات، كان يفتخر المواطن العراقي عندما تكون هناك القيثارة والصناعات الكهربائية والتلفزيون والمبردة وبقية الوسائل المنزلية، كانت ميد إن عراق، صناعة عراقية صنع في العراق. فبالتالي مهمة يعني تعليب كربلاء، النسيج موجود فيه والحديد والصلب، السكر، الإطارات، مواد إنشائية، معامل طابوق، هواي. نعم، فبالتالي الانتكاسة التي حدثت يعني منذ التسعينات، يعني بعد الضربات الأمريكية عاصفة الصحراء، وكانت الضربات الموجعة للبنى التحتية العراقية بشكل كبير، ضربت كل المصانع العراقية واستمرت مدة الحصار المفروض على العراق آنذاك، تستنزف الصناعة العراقية والمعامل العراقية. حتى هذا كلام صار له 20 سنة. نعم نعم، يعني 20 سنة نوصل. احنا تعرف انت الآن البناء يحتاج سنوات طويلة، دول 50-60 سنة تضع خطط لبناء منشآت صناعية. فبالتالي بعد 2003 وعندما دخل المحتل إلى العراق، فتحوا كل أبواب الشركات والمصانع العراقية وقالوا علي بابا تعال انهب.